الحمد لله الذي له الخلق والأمر والعزة والقهر، تبارك ربنا وتفضل علينا بهذا الشهر وبلغنا أواخره العشر، فنحمد الله تعالى ونشكره، ومن كل سوء وتقصير نستغفره، ومن كل خير وفضل نرجوه ونؤمنه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس اسمه وعظم حلمه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صام واعتكف ولربه تقرب وتعبد، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها الصائمون الكرام، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعلقوا به قلوبكم، ورطبوا بذكره ألسنتكم، واسكبوا من خشيته ورجائه عبراتكم، وأنزلوا به حاجاتكم، فهذه الليالي هي ليالي الرجاء، وهي ليالي السؤال، وهي ليالي العفو والمغفرة، وهي ليالي العطاء والرحمة، وهي ليالي العتق من النار. أيها الصائمون الكرام، لئن مضى أكثر شهرنا فلقد بقي منه أرجاه، ولئن تصرمت أيامه فلقد بقي منها ما تكون به النجاة، ولئن ترحلت لياليه فقد ظلت ليال يتحقق فيها للعبد مناه. وإنك لا تعلم يا عبد الله أي ساعة سوف تضلك فيها الرحمات، وتطالك فيها النفحات، وأي ليلة تعتق فيها من النار لتلحق بركب الأبرار. أيها الصائمون الكرام، لا تكلوا من الدعاء، ولا تملوا من القرآن، ولا تفتروا عن العبادة، ولا تيأسوا من الرحمة، وكونوا حيث يريد الله تعالى، في مساجدكم وخلف مصاحفكم، قائمين، راكعين، ساجدين، قارئين، تالين، داعين، مستغفرين، فما هي إلا ليالٍ قلائل يظفر فيها المقبول بعظيم الثواب، ويسعد فيها المرحوم بجزيل العطاء. فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا يؤتكم خيرا. أيها الصائمون الكرام، للطاعات لذة لا يدركها كل الطائعين، ولا يصل إليها كل السائرين، فهي لا تنال إلا بالإخلاص وبالمجاهدة، ولا يبلغها إلا صاحب المقامات العالية. والصلاة من أعظم أبواب اللذات، الصلاة من أعظم أبواب اللذات عند المخبتين، كما أن الصلاة أثقل شيء على المنافقين، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الصلاة أحب شيء إلى أهل الإيمان، وهي أثقل شيء على المنافقين. ولذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث كملت طاعته وكملت لذته بالعبادة لربه، كان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي جعل سرور نفسي في الصلاة. كان يبتهج النبي صلى الله عليه وسلم، يبتهج عند إقبال الصلاة، يحب الصلاة، يفرح الصلاة، يأنس يفرح بالصلاة، يأنس في الصلاة. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لمؤذنه بلال: أرحنا يا بلال، أرحنا بها، أرحنا بالصلاة. كانوا يجدون راحتهم وطمأنينتهم في الصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما أهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، ومن تشبه بالمنافقين
فهم كما وصفهم ربنا جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. معاشر الصائمين، ومن دلائل اللذة بالصلاة، من دلائل لذتك بهذه العبادة، طول القيام. طول القيام فيها، طول القيام يناجي المصلي ربه بالقرآن فلا يشعر بنفسه، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله، فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي. أي أن هذا التابعي الجليل حينما يفتتح الصلاة في الليل يرى الليل طويلاً، ولكن الليل سرعان ما ينقضي لشدة ولعظيم لذته بالصلاة، ولعظيم لذته بمناجاة ربه بالقرآن. أيها الصائمون الكرام، لولا ما يجدون من لذة في طول القيام والمناجاة لأسرعوا الركوع، ولكن يمضي الليل كله والواحد منهم في مناجاة لا يشعر بنفسه حتى ينقضي الليل. ولذلك تكاثرت الآثار والنقولات والأخبار عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، منهم من كان يقوم بنصف القرآن، ومنهم من كان يقوم بثلث القرآن، ومنهم من كان يقوم بالقرآن كله. إنها نفوس كبار وإرادات عظيمة وإيمان شامخ عند هؤلاء الرجال الأفذاذ. أيها الصائمون الكرام، ومن دلائل اللذة بالعبادة كثرة البكاء، كثرة البكاء فرحا بالله تعالى ومناجاته سبحانه ورجاء له وخوفا منه، حتى تبتل مواضع سجودهم وتبتل مواضع عبادتهم، كما حدثت بذلك أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد ليلة لربي، يا عائشة ذريني أتعبد ليلة لربي، قلت: والله إني لأحب قربك وأحب مسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل صلى الله عليه وسلم يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى صلى الله عليه وسلم فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى صلى الله عليه وسلم فلم يزل يبكي حتى بل الأرض التي يسجد عليها، أو كما نقل في الأثر عن أم المؤمنين رضي الله عنها. معاشر الصائمين، ومن دلائل لذة العبادة قيام الليل وإقبال المسلم على صلاة الليل، ونسيان كل لذائذ الدنيا مقابل لذة مناجاة رب العالمين في جوف الليل، كما وصف ربنا جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله جل وعلا في وصفهم أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الدرداء في عبارة عظيمة، في عبارة سطرها التاريخ: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا،
الظمأ لله بالهواجر، يعني الصيام في أيام الصيف الشديد، والسجود لله في جوف الليل قيام الليل والعبادة، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. أولئك قوم وجدوا لذة المناجات، وعرفوا قيمة الخلوة بالله تعالى، عرفوا قيمة الخلوات في جوف الليل، أحسوا بنعيم ولم يحس به غيرهم. هذا النعيم وهذه الجنة وهذه اللذة التي وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدس الله روحه حينما أغلق عليه باب القلعة في السجن، قال رحمه الله: أنا جنتي وبستاني في صدري، أحسوا بنعيم لم يحس بهم غيرهم، فتجافت جنوبهم عن مضاجعهم، وفارق النوم أعينهم، واكتفوا بالخلوة بربهم سبحانه وتعالى. أيها الصائمون الكرام، لم يأسف العباد والصالحون على الدنيا عند فواتها إلا على فراق أمثال هذه المواسم، ولم يسحوا الدمع عند رحيلهم على قيام الأسحار، لم يسحوا الدمع عند رحيلهم إلا على فوات قيام الأسحار وظمأ الهواجر. وبعد أيها الكرام، أيها الصائمون، أنتم في دار المهلة وأنتم في دار العمل، فماذا أنتم فاعلون؟ ولم تزالوا في دار العمل فكيف تصنعون؟ وقد سنحت هذه السوانح، بلغكم الله رمضان وبلغكم العشر الأواخر منه سوانح وفرص لم تسنح لغيركم، فماذا أنتم فاعلون؟ فلماذا يصنع الناس كما صنع أهل الغفلة من قبلهم؟ سوفوا وأملوا حتى جاءتهم السكرة على حين غرة، فأمسوا خبرًا من أخبار الماضين وأثرًا بعد عين، وقد كانوا في دنياهم متمكنين ومن أنفسهم واثقين. وقد قال الله جل وعلا في مثل أولئك من أهل الغفلة: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وإخوانه وخلانه. أما بعد، فيا أيها الصائمون الكرام، بقيت ليالٍ من شهركم العظيم، بقيت ليالٍ هي أرجى ما تكون، بقيت ليالٍ هي أرجى ما تكون فيها ليلة القدر، فجدوا وشمروا فإنه عملٌ يسير بليالٍ قصيرة، وعقباه ثوابٌ جزيل وسعادةُ الأبد. ولا تتواكلوا، فكل ليالي العشر، كل ليالي العشر حريةٌ بأن تكون هي ليلة القدر. تحرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر كلها، لا تفرِّطوا في قيام ليلةٍ من الليالي، وأرجاها ليالي الوتر، وفي كل ليلةٍ لله عُتقاءُ من النار،
حرم الله وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا على النار. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، ووفقنا لاغتنام الأوقات بالصالحات. عباد الله، قال الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على عبدِك ونبيِّك محمد. اللهم ارضَ عن الخلفاء الراشدين أبي بكرٍ وعُمر وعُثمان وعلي وأمهات المؤمنين والصحابة أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتلاواتنا ونفقاتنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيصيب ما فيها من الثواب والأجر. اللهم بارك لنا في عشرنا، اللهم بارك لنا في عشرنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أنجهم في فلسطين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وسدد رميتهم وقوِّ عزائمهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.